معاهم اخر تطورات العاب القوه، ونركز مع روان كمان في مستقبلها ان شاء الله، مستقبل كبير بينتظرها. خلينا نطلع للتقرير والفاصل وارجع لحضرتك. بالنسبة للجهاز كله الحمد لله، يعني احنا ماشيين كويس، وصلنا في كل الفرق للنهائيات. طبعا هتكلم على الجهاز كله مش على الفرق الدرجة الأولى بس. هو طبعا حاليا عندنا راحة إجبارية شهر عشان الامتحانات نص سنة، فطبعا دي بنجهز الفرقة، فرق الدرجة الأولى أو كل الفرق. طبعا بيبقى الشغل واخد شكل مش جماعي قوي، واخد شكل فردي شويه، لان طبعا احنا طبعا كل المدربين موجودين برضو في نفس المواعيد بتاعتهم كل يوم في الملعب، بس مش كل يوم اللعيبه بتيجي هي، فاللي بيبقى فاضي اللي ما عندوش امتحان المدرب قاعد في الملعب في نفس الميعاد مستني اللي هيجي بيتدرب في كل المراحل السنيه. طبعا الحمد لله احنا عدينا النص الاولاني اللي هو بيعتبر البطانه اللي بتطلعنا بقى للشكل النهائي. كل فرق وصلت النهائيات الحمد لله يا رب. عندنا الفتره اللي جايه بقى شهر 2 وشهر 3 هيبقى في تكثيف جامد جدا، لان دي بتعتبر بقى خلاص نهايه شغلك. يعني انت بتقعد عارف اللي بيزرع طول السنه وفي الاخر بقى بتيجي على المحصول بقى الحصاد بتاعك بقى. فطبعا ان شاء الله من اول شهر 2 بيبقى تكسيب جامد. بالنسبه للدرجه الاولى طبعا ليهم شغل ثاني خالص معانا السنه دي، يعني انا والكابتن ياسر متفقين على برنامج معين عشان بطوله افريقيا. احنا داخلين بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 4. البطوله دي ان شاء الله هنا الاهلي مصادفها. الحمد لله الاهلي استضافها، هي وبطوله الرجال هتكون موجوده على الصاله بتاعتنا ان شاء الله في شهر 4. الحمد لله احنا ابتدينا في بطوله الدوري وبطوله منطقه القاهره في نفس الوقت. خلصنا الدور الاولاني من الدوري، كل الماتشات الحمد لله ربنا وفقنا فيها. اول منطقه القاهره نفس الكلام، خلصنا الدور الاولاني برضو بمركز اول. المرحله دي طبعا مرحله بين الدور الاول والدور الثاني حوالي شهر وشويه. تمام، اول مباراه باذن الله عندنا في شهر 2. تمام، واستكمال الدوري ومنطقه القاهره. في نفس الوقت احنا عندنا بطوله كاس مصر هتبدا يوم 20/2. تمام، دور 8، وبعد كده ان شاء الله 27 و28 نهائي الكاس باذن الله. ان شاء الله ان بطوله افريقيا على ارضنا هنا مش هنفرط فيها باذن الله، وفي اهتمام كبير قوي من مجلس كابتن محمود الخطيب. انا شايف في اهتمام، وعندنا برضو كابتن محمد المهندس محمد الضماطي اللي هو ماسك ملف كره اليد. تمام، البطولتين راجل مهتم متابعني بصراحه، وان شاء الله انا شايف ان في حاجه كويسه باذن الله لبطوله افريقيا، تبقى حاجه كويسه والمجلس ان شاء الله. ان شاء الله احنا دوافعنا بالنسبه للموسم دوت ان احنا طبعا الاجنده المحليه بتاعتنا، البطولات بتاعتنا دي رقم واحد، ان احنا ان شاء الله يعني نحصل عليها باذن الله. دي اول ميشن بالنسبه لنا. وفي ظل ان احنا يعني ماتشات بالنسبه لنا هي ماتشات تجريبيه مع ان هي رسميه، بس هي بنجرب فيها الحاجات اللي هنعملها ان شاء الله باذن الله في افريقيا.